50 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 300 آية كتب من الفائزين، ومن قرأ 500 آية كتب من المجتهدين، ومن قرأ 1000 آية كتب له قنطار من تبر. نفتتح أمسيتنا هذه الليلة نفتتح أمسيتنا هذه الليلة مع القارئ عبد الله المبارك، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. سأقرأ من سورة فاطر صفحة 436 الآية 9. الآية 9 من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد
ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إن تدعوهم استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء حميد إن يشأ
يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار أحسنت أيها المبارك عبد الله طيب الله أنفاسك يا تالي القرآن وجعل الله لك بكل حرف درجة عالية في الجنان وكان القرآن رفيقا لك وأنيسا حيث يقول إمامنا الصادق عليه السلام عليكم بتلاوة القرآن فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة فكلما قرأ آية رقي درجة وأما الآن نستقبل القارئ الكريم السيد جعفر مجيد فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله أحسنت وبوركت يا سيد جعفر على هذه التلاوة العطرة الحسنة، والشكر لله إذ وفقك لتلاوة كتابه العزيز، وهي عبادة من خير العبادات والقربات إليه. وكثر الترغيب بقراءة القرآن الكريم، حيث يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله ألا ينام حتى يقرأ من القرآن، فيكتب له مكان كل آية يقرأها 10 حسنات ويمحى عنه 10 سيئات. وأما الآن فلنستقبل القارئ المكرم علي دعبل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأقرأ عليكم من سورة يوسف صفحة 237 لمن أراد المتابعة. صفحة 237. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم
أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لمن
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على خالص الشكر وبالغ الامتنان لك أيها القارئ الموفق علي دعبل، فقد تأطر الجو وفاض المكان بعبير هذه التلاوة المباركة، أنار الله بصرك وبصيرتك. ومن المناسب هنا أن نذكر رواية تبين فضل تلاوة القرآن بالنظر إليه، حيث قال إسحاق بن عمار لصادق عليه السلام: جعلت فداك، إنني أحفظ القرآن عن ظهر قلبي، فأقرأه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال: لا، بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل، أما علمت أن النظر في المصحف عبادة؟ ونختتم حفلنا هذه مع القرآن مع القارئ الموفق قاسم القطري، فاستقبلوه مع الصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سأقرأ عليكم إن شاء الله من سورة الشعراء الصفحة 374 من الآية 176. صفحة 374. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة قالوا إنما أنت من المسحرين. وما فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله أحسنت وبوركت أيها القارئ الكريم قاسم القطري، وختم الله عمرك بالعافية وحسن العاقبة. يا من ختمت حفلنا هذا بتلاوتك العطرة وجعلك مصداقا لهذه الرواية المباركة، حيث يقول الصادق عليه السلام: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيجا عنه يوم القيامة، ويقول: يا رب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي، فبلغ به كريم عطاياك. فيكسوه الله عز وجل حلتين من حلل الجنة، ويوضع على رأسه تاج الكرامة. وبهذا نختتم حفلنا القرآني المبارك، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.